دكتور سعيد حماد استاذ التغذيه. دكتور سلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك يا فندم. دكتور يعني كلمني عن اهميه تناول يعني السلمون والتونه، هل بالفعل تحمي من يعني جلطات القلب والجهاز العصبي وما يعني شابه ذلك؟ بالضبط، من ضمن الحاجات ومن ضمن انواع الاسماك اللي بيفضل استخدامها، ولكن طبعا احنا بنوصي الجميع بالاستخدام بالاعتدال واستخدام طرق طهي جيده معاها، يعني نحاول نعملها مثلا مشويه او نعملها في الفرن، يعني بلاش نعرضها لانها نضيف عليها كميات من الزيوت او الدهون كثيره اثناء الطهي والاعداد بتاعها. تمام. والميزه فيها اللي حضرتك بتقول عليها انها بتقي من امراض القلب وبتقلل من دهون الدم، لان هي محتويه على حاجه اسمها الاوميجا 3، دي نوع من انواع الزيوت او الدهون او الاحماض الدهنيه الجيده. تمام. اللي بتساعد على تقليل الكوليسترول، بتزود الكوليسترول النافع في الجسم او بتخلي الجسم قابليته ليها اكتر، بتحمي من الاصابه من امراض القلب، فبالتالي هي من ضمن الحاجات الجيده والاختيارات الجيده في الوجبه الرئيسيه، وفضل حتى يتم تكرارها في الوجبات اليوميه بتاعتنا بمعدل مره او مرتين في الاسبوع. طب يعني التغذيه السليمه لتناول السمك، ممكن الواحد يتناول وجبه سمك كم مره في الاسبوع يا دكتور؟ يعني احنا بنقول يفضل مثلا من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، وننوع بين اصناف الاسماك، يعني مش لازم بس نقتصر على السلمون والتونه، ولكن اذا قدرنا نحصل على الانواع الاخرى من الاسماك فده يعتبر من ضمن الحاجات الجيده والاختيارات الجيده. يعني الاسماك عموما وبطرق طهي صحيه وجيده يفضل انها تستخدم من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. والحمد لله رب العالمين، الشعب المصري ما يتوصاش في اكل السمك، الكل بيحب السمك ده اكيد طبعا من ضمن الوجبات الاساسيه والرئيسيه بتاعتنا. بشكرك جدا دكتور سعيد حماد استاذ التغذيه، لازم نحرص على تناول السمك من وجبتين لثلاث وجبات في الاسبوع.